بالنسبة لديك في باب العمود ما الذي يحدث حتى الآن؟ الذي يحدث هو الحالة التي نشهدها، هناك عشرات الآلاف ربما وأكثر من 20,000 حتى هذه اللحظة، أو ربما يزيد عن هذا العدد، وصلوا إلى منطقة باب العمود باتجاه الأحياء العربية داخل البلدة القديمة. قبل قليل يعني بالإضافة إلى العلم الإسرائيلي تم رفع علم كهانة أو حركة كاخ التي هي إرهابية تعتبر وتصنف في إسرائيل، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية شطبتها عن شطبتها أيضا عن قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه بقيت هذه الحركة التي كان يرأسها مائير كهانة وهو يهودي أمريكي حظي ب يعني أو عرف بنشاطاته المتطرفة ضد المسلمين والعرب، بقيت هذه الحركة محظورة في إسرائيل. وأيضا يعني أنصار مائير كهانة شاركوا فعليا في هذه المسيرة التي كانت تدعو إلى طرد العرب وترحيلهم عن الأراضي الفلسطينية. مائير كهانة هذا كان في المعاهد الدينية اليهودية في نيويورك، حتى أنه واصل تعليمه حتى نال رتبة حاخام أو يعني صفة حاخام إسرائيلي. عين في الجالية الأمريكية، ظل طيلة حياته ناشط وينشط بقوة في نيويورك وإسرائيل ضد العرب والمسلمين، انضم إلى حركة الشبيبة الصهيونية المعروفة بيتار والتي تأسست في لاتفيا عام 23، وبعد ذلك نشط هنا في الأراضي الفلسطينية، وبدأ أنصاره بكل ما أوتوا من قوة في سبيل إزعاج وطرد ومحاولة تهجير العرب. مشاركتهم هنا تعني أمور كثيرة، أنصار كهانة تعني بأن كل الأطياف الصهيونية المتدينة هنا وصلت إلى منطقة باب العمود وشاركت في هذه المسيرة رغم الاعتداءات. قبل قليل وصلنا أيضا أنه أيضا في الحي الإسلامي هناك اشتباكات دارت بين الشبان الفلسطينيين الذين كانوا آمنين في بيوتهم، ووجدوا المستوطنين يعتدون على منازلهم ويحاولون تحطيم النوافذ. اضطر الفلسطينيون هناك إلى الدفاع عن أنفسهم وإلقاء كل ما توفر لهم، حتى من يعني كراسي تم إلقاؤها باتجاه هؤلاء المستوطنين الذين يعني هم بالمئات وبالآلاف يوصلون إلى الحي الإسلامي، يوصلون إلى أنحاء مختلفة من البلدة القديمة. بطبيعة الحال نلحظ الرقصات متواصلة في هذه اللحظات لمئات وآلاف المستوطنين، حتى أن العدد لم ينتهي حتى الآن. أنت تحدثت يا ضياء قبل قليل التي مرت من هنا، أعتذر عن المقاطعة فقط ضياء، أنت تحدثت الآن تتحدث قلت أن عدد المستوطنين بهذه الساحة قد يكون تجاوز 20,000، في حين أن قوات الاحتلال سمحت فقط ب16,000 مستوطن بالوصول إلى ساحة البراق في هذه المسيرة. هل هذا يعني أنه فعلا ما يقال أنه 30,000 مستوطن قد يصلون فعلا اليوم إلى حائط البراق؟ هذا بالفعل، وربما سيكون العدد أكبر من ذلك. حتى أن الشرطة الإسرائيلية مثلا عند ساعات الصباح نشرت أن أعداد المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك وصل إلى 2,400 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك حسب إحصائية أعلنوا عنها، ولكن دائرة الأوقاف الإسلامية كانت أعلنت بأنه قرابة 1,870 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، بأن هناك يعني بمعنى أن هناك أعداد كبيرة جدا. لكن في هذه المسيرة ليس من المتوقع أن تكون الأعداد قليلة، بل إنها كبيرة جدا. حتى أنني أنظر خلف وامتداد هذه المسيرة، حتى على امتداد نظري لا أرى نهاية لها، بمعنى أن الأعداد كبيرة جدا ممن يحملون العلم الإسرائيلي ويتجهون إلى منطقة باب العمود، وهم جميعهم من الفتية والشبان وال يعني الدارسين في المعاهد الدينية الإسرائيلية يصلون إلى هنا تباعا ويحيون هذا اليوم التاريخي الذي يعتبرونه يوم توحيد مدينة القدس المحتلة. بطبيعة الحال الشرطة الإسرائيلية هي متواجدة بكثافة في مختلف مناطق مدينة القدس المحتلة وفي أحيائها، هناك تخوفات لربما من أن يكون هناك اشتباكات ومواجهات في منطقة أحياء مختلفة، في منطقة حي سلوان، منطقة المكبر، منطقة العيسوية على وجه التحديد، التي أيضا شهدنا يوم أمس مسيرة لهؤلاء الشبان الذين خرجوا بالعلم الفلسطيني وخرجوا بالمسيرة يهتفون ويقولون ويرددون أناشيد من أبناء حركة فتح. وأيضا يعني هناك خشية من أن تمتد الأمور
في هذا اليوم، ولكن أستطيع التأكيد بأن الشرطة وحجم القبضة الأمنية الكبير هنا حال دون وجود الشبان الفلسطينيين في منطقة باب العمود بعد أن أقيمت منطقة عازلة ومنطقة آمنة في مختلف مناطق المدينة المقدسة المؤدية إلى البلدة القديمة، وهذا طبعا بكل تأكيد يدل على وجود طبعا قوة شرطية هائلة جدا انطلقت ووصلت إلى منطقة باب العمود وأمنت اقتحام المستوطنين وحتى أمنت اقتحام المستوطنين في داخل المسجد الأقصى المبارك. هذا طبعا كله يدل على أن هناك تحضير مسبق وهناك إصرار لدى المستويات السياسية والأمنية على أن تمر هذه المسيرة من المسار التي قدد لها بكل يعني بكل أريحية. لكن أيضا إذا ما نظرنا إلى ما يقول هذا الضابط في الشرطة الإسرائيلية، يقول بأنه ليس عليكم أن تبقوا هنا، بل افسحوا المجال وصلوا يعني واصلوا السير حتى يتمكن عدد أيضا من المستوطنين من الدخول، خاصة أن أيضا الشرطة الإسرائيلية وعدد من المتطوعين يقيمون حاجز عند درجات باب العمود، يدخلون أفواج، وهذه الأفواج هم سيصلون إلى حائط البراق، هناك ستقام مراسم احتفالية ورقصات وأهازيج يرددونها وما إلى ذلك. بعض ما استمعنا إليه قبل قليل من الهتافات كانت تدعو للانتقام، وأن الانتقام في عين في العين يرى يا فلسطين، هذا هكذا أحد المستوطنين وعدد كبير منهم كانوا يهتفون هذه الجملة، بأننا ننتقم من فلسطين بعين، ننتقم بالعين من فلسطين، هذا ما قالوه قبل قليل في إشارة إلى نجاحهم بالوصول إلى محيط باب العمود بهذه الأعداد، رغم أن المسيرة فعليا هنا أؤكد وأشير إلى أن المسيرة هذه تقليد سنوي تجرى، ولكن ما حصل العام الماضي يعني غير من طبيعة الأحداث، وهذا طبعا دفع عدد من المستوطنين للمشاركة بأعداد أكبر. طيب ما رأيناه في اليومين الماضيين هو أن حزب الليكود كان يحشد لأن يكون هذا المشهد كبير كما نراه في الصورة اليوم، والدليل أيضا زيارة نتنياهو وخروج نتنياهو اليوم في هذه المسيرة وفي الاقتحامات، أيضا إيتمار بن كفير أيضا خرج اليوم، دلالات هذا الخروج يعني إلى هذه المسيرة هل هو لتوريط بنت أم له دلالات أخرى؟ هو ليس توريطا بقدر ما هو دعم للإجراءات اليمينية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية. طبيعة الحال نحن نتحدث عن اتجاه المجتمع الإسرائيلي نحو اليمينية صورة كاملة، لأننا نتحدث عن أحزاب اليمين الحاكمة منذ سنوات، حزب العمل اليساري فعليا يعني أصبح ضعيف للغاية، الأحزاب الأخرى حزب ميرت وغيرها من الأحزاب هي أصبحت ضعيفة لا تمثل شيء، ولكن الأحزاب اليمينية هي أحزاب قوية ومتغلغلة في المجتمع الإسرائيلي. مثلا على وجه التحديد دعني يعني أذهب إلى إحدى المنظمات المتطرفة التي أسسها بنسي جوفشتاين عام 99، كانت هذه المنظمة تهدف إلى يعني منع ظاهرة زواج الفتيات اليهوديات من غير اليهود ومحاربتها بشتى الطرق والوسائل، إلى جانب محاربة أنصار اليهود في الديار المقدسة. هذه تعد إحدى المنظمات اليمينية العنصرية التي تبنت خطاب الكراهية ضد العرب والمناطق المختلفة وبالتحديد في مدينة القدس المحتلة. لذلك نشهد اليمين الإسرائيلي هو يزداد قوة في كامل الأراضي الفلسطينية وفي إسرائيل على وجه التحديد، جميع الخطابات هي خطابات يمينية بامتياز، الأحزاب التي تحصل على أعلى الأصوات هي أحزاب يمينية. نلاحظ أن بنيامين نتنياهو كزعيم لحزب الليكود وصل هذا اليوم، وأيضا نشر يوم أمس له صورا على حسابه عبر تويتر وعبر مواقع أخرى من مواقع التواصل الاجتماعي، نشر صورة له وهو يحمل العلم الإسرائيلي.